حقيقة عبر السعودية الرياضية. كابتن، نقول ربما يكون فريق الفيصلي منافس لكم في الشوط الأول، ولكن تغير الحال في الشوط الثاني. كابتن، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حاب أبارك الفوز هذا جهاز الفني وزملاء اللاعبين جمهور الهلال. الشوط الأول يعني خشيت زي ما شايف أنت، خشينا المباراة كان منافس فريق الفيصلي، فريق الفيصلي فريق كويس. هو نفسنا ما عرفنا نأدي التكتيك عشان فترة توقف كانت عندنا، ثمانية من عندنا رايحين منتخب يعني، ورجعنا فترة قصيرة يعني عدلنا مورا. الشوط الثاني الحمد لله كلمنا المدرب سامي وجهنا، الحمد لله قدرنا ناخذ نتيجة ومستوى نتيجة. الكابتن سامي يمكن تحدث معك، قال سخن بعد الشوط الأول، سخنت بس ما دخلت على طول، قال لك ريح وبعدين؟ ايه قال لك خليك استنى شوي لما اشوف وضع الفريق، اذا تحسن اوكي، اذا ما تحسن يعني استهبل. نواف، عند نزولك الى ارضيه الملعب شهادتك تتراجع الى الخلف بشكل كبير؟ لا، لانه احنا اول ما نزلت يعني سجلنا الثاني، فطبيعي اذا انت فايز وتوك راجع من فتره توقف اكيد انك حافظ على الكوره، تلعب بوسط ما تستعجل، انت تتحكم في اللعب يعني، هذه بس. وانت على البنش في دكه البدلاء لاحظت الفراغات الواضحه يمكن صنعت الهدف؟ اي لاحظت الفراغات اللي هي يكون على الخط، انه اذا قعدت على الخط ما يعني ما يكون في احد، دفاع الفيصل كان يقفل مره. الحمد لله استغليت هذا الفراغ، حاولت وصنعت هدفين الحمد لله يعني. كيف عوده عزيز؟ انا فرحان مره، عزيز اخوي فرحان مره لانه سجل هدف، بغيت اسجل الثاني بعد. شكرا.